وقطع الأهلي نصف المشوار في مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا على الرجاء المغربي بهدفين مقابل لا شيء. صحيح نتيجة مهمة وكويسة، لكن في نفس الوقت لسه مباراة العودة في كازابلانكا بالتأكيد بتحمل معاني كثيرة. مهم جدا نقول لجمهورنا لسه في فرصة في لقاء العودة، وبالتالي لسه المباراة صعبة ولسه التأهل لم يضمنه الأهلي بشكل كامل. حلقة النهاردة من برنامج في كتفك يا أهلي عبر منصتي يلا كورة وصفحة جي ال سي سبورتس ومن خلال شركة الدهانات الأولى في مصر شركة جي ال سي. بالتأكيد برحب في البداية بزميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كريم. مساء الفل يا محمد، ومساء الفل لكل متابعي في كتفك يا أهلي، وألف مليون مبروك طبعا جميل الأهلي. بس عايز أفكرك بحاجة. فاكر في الأول كده بسرعة؟ فاكر الحلقة اللي عملناها بعد ماتش سان داونز اللي كانت في بريتوريا؟ فاكر قلنا ايه ساعتها؟ فاكر لما قلنا لو الاهلي اتأهل بيبقى فريق تاني من دور الثمانية وكله بيتلغي في دور المجموعات؟ نفس صحيح. السيناريو ده احنا بنعيشه مع الاهلي اعتقد السنة الثالثة على التوالي، بعد ما خلاص يعني كل الحلو والمر بتاع دور المجموعات خلص. وبرضه هفضل في كل الحلقات لغايه ان شاء الله وصولا باذن الله يعني النادي الاهلي. هتقعد تشكر في كل حلقه؟ وهشكر في مين؟ هشكر في مين؟ هشكر اطهر الطاهر دايما. هفضل اشكر اطهر الطاهر بصراحه على ركله الجزاء. نعمله نصيب المكافاه. بصراحه يستحقه بصراحه. انا معاك جدا 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 في الجمله اللي انت قلتها، فوز جيد بس مش مطمئن. لازم الناس تبقى alerted جدا ومركزين. ان كل امانه رغم الانتصار لازم نوجه التحية للعيبة الرجاء وجهازهم الفني بقيادة منذر كبير مدرب التونسي على الشوط الأول. بصراحة الشوط الأول هم كانوا أحسن مننا في كل النواحي الفنية والتكتيكية والبدنية. الشوط الأول بس هم لعبوا مغامرة كبيرة هنتكلم عليها طبعا في فقرة السبورة معنا النهاردة. فقرة مهمة جدا مع النهاردة، فقرة السبورة مهمة ليه؟ لأن احنا هنعمل كده زي تنبؤ بماتش الاياب. الرجاء هيلعب الاهلي ازاي في الاطار البيضاء. ماتش العوده ماتش العوده يا جماعه هيبقى صعب جدا. ليه هيبقى صعب جدا يا محمد؟ ان انا في وجهه نظري الشكل اللي انت شفت عليه الرجاء في الشوط الاول هو ده الطبع بتاعه. هما بس خلصوا كل المخزون البدني عندهم لما مصلحتهم، وتوقيت هدف محمد عبد المنعم بصراحه كان كرم ربنا سبحانه وتعالى. يعني التوقيت بتاعه وبصراحه الكره طبعا يعني ده بالتخصص بس فيها توفيق كتير قوي. ده محمد عبد المنعم يا راجل باصص كده، شوف الجون ده جون غريب قوي. محمد عبد المنعم باصص تقريبا يعني بعيد عن الجون وخبطت في ظهر راسه وراحت في اقصى حته صعبه انيس الزنيتي ما يقدرش يعمل لها حاجه. فالحمد لله بخلي بالك توفيق. لا والباص بتاع معلول على فكره طبعًا. معلول مش عامل اوفر، معلول برده شايطها شويه. لا وعايز اقول حاجه، كل يا جماعه عايز اقول لكم رقم غريب جدا، كل اهداف محمد عبد المنعم اللي جاب على النادي الاهلي كلها اسيست علي معلول. علي معلول والضربات راس كلها اسيست من علي معلول. يعني في التاريخ ده هتلاقوه على يلا كوره مفارقه غريبه جدا. بس هو انت تحس توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان مع يعني مع النادي الاهلي منذ مباراه الهلال وسان داونز الدنيا ماشيه بشكل كويس. ماتش الهلال 3-0 والنهارده بتكسب 2-0، مباراه ممكن في اول 10 دقائق تلاقي ان الرجاء كان هو الطرف الافضل والاهلي فعلا كان مخنوق جدا. انا مش عايز اتكلم تكتيك عشان هنتكلم عليها كتير في فقره السبوره، بس الاكيد يا محمد المقوله اللي احنا قلناها، اهلي النوك اوت حاجه واهلي مجموعات دوري الابطال. طيب حاجة. نبدا المباراه واحده مع بعض. اول حاجه بدون الدخول في تفاصيل فنيه لان السبوره اكيد فيها تفاصيل اكتر. طيب التشكيل كان مفاجاه بالنسبه لك اول حاجه؟ لا يعني لا، اعتقد دي الاوراق المتاحه في ظل كمان انت كان عندك في غيابات يعني كانت في الفريق، بس ربما يكون الكلام في حته عمرو السولية وحمد فتحي، بس مش هنقدر نحسمها لان التمرين الاخير او التدريبات الاخيره هيبقى مارسيل كولر هو الادرى، هو اللي شايف حاله اللعيبه، هو اللي شايف لعبته مين قادر ينفذ لي، هو اللي عارف مين الورقه اللي انا عايز استخدمها. لان خلي بالك انت ممكن تيجي تقول للكولر ايه، كان مثلا كان لازم تبدا بحمد فتحي، يقول لك لا ده انا شايله للشوط الثاني 25 دقيقه. انت هتعرف مني انا حاطط حمد فتحي في اللعبه معايا، بس انا عايزه في اخر اللعبه، ده قرار لي انا بقى. هو نجح فيها. حمد فتحي نزل قفل خط الوسط وكمان جاب لك هدف، فانت بتتكلم على نجاح يعني كولر جوه قراره نفسه، انا نجم الليله انا خططت لها ونفذتها
فاهمني؟ فالفكره في حته ايه؟ ساعات احنا بنركز على مين يبدا، ساعات المدير الفني يقول لك لا انا مش هكسب في الاول، انا عايز اكسب في الربع ساعه الاخيره في الاخر، لان انا ما اقدر، انا لو خطرت اخطر في الاخر زي منذ الكوبري ما عملها معانا. خلي بالك اخر 10 دقائق نزل تغييرتين هجوميتين، حاول ان هو يخطف اخر 10 دقائق، تبقى حسابات، هي حسابات عند المدير الفني مختلف عن حسابات الجمهور او حسابات اللعيبه نفسهم. طيب الحاجه الثانيه ودي من النوادر، أيوة. كولر ما اجراش غير 3 تغييرات صحيح، وكان متاح ان يعمل كمان تغييرين، ما نزلش غير محمد شريف أيوة. وخالد عبد الفتاح أيوة. ونزل اعتقد كمان حمدي فتحي. حمدي فتحي بالظبط كده. كولر عنده قاعده ثبتها معانا خلاص بعد الدقيقه 65 لن ترى تغييرا في مباراه للنادي الاهلي الا بعد مرور 60 دقيقه الا اذا حاله اضطراريه اصابه لا قدر الله، بس انما نشوف تغيير فني وقرار فني مدير فني قبل الدقيقه 60 ما اعتقدش انه عمله، مش في القاموس ما اعتقدش ما افتكرش بصراحه ان هو عمل، ممكن يكون عملها مره او مرتين بس يعني كنسبه وتناسب بتتكلم لا يتعدى 5%. هو اعتقد ادرك خطوره المباراه يا محمد بعد اول 5 دقائق من الضغط العالي اللي رفع عمله، وبدا كولر يعيد حساباته في امور كتير كان هو مخطط لها. يعني الشوط الاول بصراحه كان شوط سيء، نفس اعتقد الشوط النادي الاهلي لعب قدام بيراميدز في الكاس، يعني في الكاس برده الشوط الاول كان ساب لهم الاستحواذ، كان يعني كان ما كانش حلو، مع ان بيراميدز كان ساعتها نازل خايف من الاهلي، بس هنا بقى الوضع مختلف طبعا مع فرق المستوى. طبعا الرجاء طبعا فريق كبير جدا جدا جدا، وبتتكلم يعني خبره ومش بيراميدز يعني، وبالتالي الرجاء قال لك لا انا مش هسيب الكره للاهلي، انا هبدا اضغط. فحسابات كولر كتيره اتغيرت، ربما يكون هو ما حبش يعمل تغييرات كتير او يستغل كل التغييرات، ان هو مش عايز يلخبط التوليفه في الملعب، او شاف ان على الدكه مش هيضيف لي. وان كنت هنتكلم على ايه في فقره السبوره على احمد القندوسي، طيب. احمد القندوسي بالذات يعني اشوف كان ممكن ياخد، بس في الاخر انا اعتقد هو ما حبش ان هو يكسر التوليفه اللي فضلت كسبانه لغايه الدقيقه الاخيره. تأهل الرجاء من دور المجموعات بالنتائج الكبيرة أعلى رصيد من الأهداف والنقاط كانت خادعة، لأن المجموعة ضعيفة، وأول ما اصطدم بكبير القارة فريق الأهلي ظهر بشكل الطبيعي اللي ظهر بيه في الدوري المغربي. بص خلينا نتفق على شيء، اللي أنا تابعت الرجاء في الدوري وفي كأس العرش وفي الفترة الأخيرة، واضح جدا 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 إن منذر واخد قرار مفيش منافسة محلية، وده اتفاق ما بينه وبين الإدارة، واضحة قوي مركز اللي اللي يشوف ماتشات الرجاء في الدوري هو الماتش الوحيد اللي كان حلو اللي لعبوه حلو ماتش الوداد، واللي رضوان جيد يعني بص هي بينالتي عمل اخطاء كارثيه، بس هي بينالتي بصراحه اخر الكوره دي بينالتي، بس يعني هم لعبوا الماتش احلى، الرجاء كان احسن بكتير بكتير من الوداد، لكن ماتش 3-0 كانت نتيجه تقيله قوي. هو كسب كاس العرش، بس واضح جدا ان هو مركز على دوري الابطال، ان هو خلي بالك برده حاسس ان انا النهارده لو قعدت العب بنفس السيستم بتاعي في الدوري وفي افريقيا مستحيل اللعيبه بتاعتي تستحمل. هو هناك عنده ضغط ماتشات على فكره اكتر من مصر، وخد بالك في نقطه مهمه هي بانت في الماتش فعلا، ان لعيبه الرجاء ما استحملوش ال 45 دقيقه الاولى اللي لعبوها، هم لعبوا 45 دقيقه اولى ممتازه بدنيا، كل حاجه عملوها، هجوم دفاع ضغط عالي ضغط ثنائي كل حاجه عملوها في الكوره. الشوط الثاني الولاد فعلا كان واضح جدا 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 هم مش قادرين، فهو ما بالك بقى لما تلعب في كذا بطوله، يعني الرجاء بيلعب في 3 بطولات كاس العرش والدوري ودوري ابطال افريقيا، وكمان ايه بقى؟ طب في دوري افريقيا بتلعب التوب دلوقتي ما بتلعبش فرق، ده حتى هو في الدوري قدام فريق متوسط اعتقد خسر 3-0 الفتح الرباطي فبرضه لا يعني معلش هو ما يقدرش ما يستحملش ان هو يلعب كم هائل من الماتشات العصيبه ورا بعض، ما يقدرش. بس دور المجموعات كان خادع كاي، ما احنا قلنا الفرق اللي واجهها برضو. بص احنا مش عايز استخدم لفظ خادع، عايز اقول ان سيمبا اللي كان معاه في المجموعه كسب الوداد على فكره، وسيمبا عمل ماتش حلو قوي بصراحه، شفت ماتش سيمبا والوداد، سيمبا كان يستحق بصراحه ان هو يكسب اكتر من 1-0، ضيعوا حفنه من الفرص شوط تاني. بس اللي عايز اقوله طبعا هو مش ذنب الرجاء ان قرعته كانت كده، يعني هو مش هيجي يقول ايه عشان اثبت ان انا قوي وان انا بغير القرعه، ده مش هيحصل اكيد، بس هو عمل المطلوب منه 16 نقطه جاب في الخمس مباريات اعتقد في 6 مباريات جايب 17 هدف، لا يعني عمل دور مجموعات مثالي. بس الحقيقي لازم نتكلم انها كانت اضعف مجموعة ما بين الاربعه، ما تقدرش تقول ان انا مجموعتي مجموعه قويه، لا كانت اضعف مجموعه ما بين الاربع مجموعات، مش حتى كمستوى حتى كقوه مواجهه،
يعني في مواجهه انت ممكن تلعب مواجهه مع فريق متوسط، بس الظروف المحيطه بالمباراه تخليها قويه، زي مثلا النادي الاهلي مع كامل احترام نادي الهلال، نادي يعني فريق الهلال فريق جيد، فريق محترم، الولاد يعني عندهم لعيبه بتلعب كره كويسه، وفلان ابانجي مدير فني له خبرات، واحنا عارفين بس هو اقصى حاجه دور المجموعات وعارفين لكن ما نقدرش نقول ما نقدرش نحط مثلا يعني الهلال في نفس الرانك بتاع سان داونز او الوداد ولا الترجي حتى صح. انا اسف مع كامل احترامي الهلال مش نفس الرانك، هو حتى تصنيف تصنيف ثالث، الهلال مش نفس الرانك ده، عشان كده الهلال لما جه لعب هنا مباراه ضد الاهلي وتعالى بقى ونلعب مباراه خسر صفر، لكن المباراه الاولى في هي صعبه، مش صعبه عشان خاطر الهلال قوي، لا لا عشان الظروف المحيطه بالمباراه صعبتها عليك. فانا اعتقد ان الرجاء انا معاك ان هم طبعا مواجهه الاهلي مواجهه دور المجموعات، بس برضو وضع في اعتبار هم عملوا 45 دقيقه اولى كانوا طيب. ندي بندي تعالى بنروح بقى لموقف الحكم حكم السوداني اولا كريم عنده وجهه نظر وراي في تعيينه وفي اللعبات الجدليه، وانا عندي معلومات بخصوص ضربه الجزاء واللعبات الجدليه اللي في المباراه، ممكن الكلام ده اعتقد هتسمعوه لاول مره من خلال يلا كرة وجي ال سي. بص يا محمد خلينا نبقى من البدايه كده، اصلا وانس ان انت وصلت لدور الثمانيه في بطوله كبيره زي ده افريقيا، ووضعا في الاعتبار ان انت خدت قرار ان دور المجموعات يترحل لدور 16 وتبدا النوك اوت من دور الثمانيه، يبقى انت المفروض من دور الثمانيه سيمي فاينل فاينل كل المباريات دي تتلعب حكام نخبه حكام صف اول عندك، فعش تيجي تقول لي ايه اصلا هدي فرصه، الفرصه يا باشا تديها في المجموعات، في المجموعات مثلا ماتش قوي ومؤثر زي ماتش ده ما ينفعش طيب. بسم الله الرحمن الرحيم كده بسم الله الرحيم طاقم التحكيم بالكامل بالكامل ما عندوش اي ثقه في نفسه، واضحه قوي الساحه والاثنين مساعدين واضحه جدا وهم نفس الطاقم اللي كان بيحكم مباراه الجيش والاهلي الليبي في البطوله العربيه، وشفنا الاحداث اللي حصلت وتاني والله الطاقم التحكيم بالكامل في الملعب واللي كانوا قاعدين على الفار نزهه قمه في النزاهه لا خلاف على هذا ولا والله بنتكلم فني والله والله لا لا هم فعلا قمه النزاهه والله لا اشكك في اي شيء ولا ليهم اي علاقه عشان بقى الكلام واضح اهو عشان نجيب من الاخر ولا ليهم اي علاقه بماتش الاهلي والهلال عشان الناس ربطت ما بين جنسيه الحكم وما بين الاحداث كانت بمناسبه جنسيه الحكم انا عندي معلومه مهمه لان برضو الاتحاد الافريقي لازم ياخد باله منها ما يبقاش الهلال اشتكى الاهلي في الاتحاد الدولي وما يبقاش الاتحاد السوداني بيدعم شكوى الهلال وما يبقاش اللجنه الاولمبيه السودانيه مطلعه بيان رسمي وانا كاتحاد افريقي اجيب حكم سوداني ده كلامك عشان حتى ابعد عني الشبهات ابعد عن الشبهات عارف لو شكوى نادي اقول لا مالهاش علاقه لكن لما الاقي اتحاد البلد واللجنه الاولمبيه بتطلع بيان صح. والاتهامات عنصريه ورايحه للفيفا صح. لا انا كاتحاد افريقي لازم اركز برضو صح بس بكل امانه طاقم التحكيم هم واضح جدا 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 مدير المباراه هم قمه النزاهه وناس شريفه وموضوع منتهي مفيش اي ازمه في الحته دي لكن طاقم تحكيم ضعيف نعرفه منين ببساطه اول ما تلاقي اللعيبه بتضغط على الحكم وهو يستجيب لضغطهم حتى لو ضغطهم ده صحيح بس انت حكم ضعيف صورتك هتبان قدام اللي بيتفرج ان انت خدت القرار ده تتاثر بيه ضغوطات اللاعبين ما بالك بقى بضغوطات الجماهير يعني برضه اتقال لك ايه اصل الحكم ما بيلاقي الجمهور مش عارف ايه بيتاثر بالجماهير الكتيره واضح جدا امبارح صفارته متاخره هو في فاولات بيصفر عليها وفي فاولات ما بيصفرش عليها في فاولات في كرات في كرات ما بتفهمش هو صفر ايه اصلا يعني كان في لعيب من الرجاء يجي ولعيب من الاهلي يجي ويقعدوا يضغطوا عليه ويعني الراجل مش عارف ياخد قرار عمال يهدف ده دي انت شخصيتك ضعيفه فاهم قصدي طيب المساعدين اهو وانا اسف يعني البرنامج ده اسمه في كتفك يا اهلي صح الشوط الثاني الحكم المساعد حرم الرجاء من يعني فرصتين ضاعوا بس في كورتين حسبهم تسلل هم مش تسلل خالص على الرجاء كورتين في الشوط الثاني الهجمه كانت خلصت هو عمل ديلي لغايه قرار الفار بس كده رفع الراية غلط على فكره القرارين اللي رفعهم غلط النادي الاهلي في كوره في الشوط الاول لكهربا غلط القرار حسين شحات مش فاكر بصراحه بس ثلاث قرارات لهجمات مؤكده حسبتهم تسلل مش تسلل طيب نيجي للكره المثيره للجدل اللي انا كتبت عليها امبارح ايوه القانون بيقول لو الكوره جت في جسد اللاعب وردت في ايده لا تحتسب ليه لان هي النهارده ده امر يعني تلقائي من اللاعب وصعب جدا جدا يتحكم في حركه ايده الكره دي انا ما حسبتهاش كده
انا حسبتها في اهمال من اللاعب لان الكوره هو لعبها بدماغه ما جاتش يعني ما خبطتش وردت لا هو لعبها هو لعبها بدماغه كان مين واقف قدامه بيرسي تاو الكوره دي لو طلعت من دماغه وراحت لبيرسي تاو بيرسي تاو انفرد بالمره تمام هو اهمل في استخدام ايده كان في اهمال في الوضع بتاعه بس ايده كانت ثابته على الارض ما اتحركتش هل كانت يعني هنا في سؤال مهم بقى عشان نحسم الحته دي الناس بتتكلم على يد الداعم طيب ايده اصلا لما الكره جت في دماغه كانت ثابته ولا ايده ثبتها بعد ما لعب الكره بدماغه ولا وضعه ده طبيعي اصلا لا يفصل في الكلام ما بيني وما بينك هي لقطه تمام الكوره لما جت في دماغه كان هو اساسا ساند بايده قبل ما الكره تيجي في دماغه ولا لما الكره جت في دماغه راح ساند بايده هو كان ساند بايده في الاساس اكيد يعني جت في الارض الكره نزلت في الارض ردت في راسه وراحت في ايده هو ساند على الارض الكره ايه بدات في الارض تمام. نزلت في الارض ردت في راسه وراحت في ايده طيب لما ردت في راسه كان هو ساند بايده كان ساند بايده خلاص انا بعتذر مش لك كده طيب تعالوا بقى نسمع ونشوف او مش هنسمع هنقول لكم المعلومات اللي جات لنا دي كانت الحاله دي جدليه اولا في اراء مختلفه كابتن ناصر عباس قال ضربه جزاء كابتن جهاد جريشه قال ضربه جزاء ولكن اراء اختلفت استندوا لايه استندوا لنفس الشرح بتاعك ان الايد هنا مش داعمه وان النزول هنا انت نزول بارادتك مش نزول لا اراده يعني انت لو الكره في الهواء وطالع ولعبتها براسك وجت في ايدك وحتى ايدك مكبره جسمك هنا انت طالع غير اراده انك لازم تلعبها فجت في ايدك فهنا ما تبقاش ضربه جزاء لكن انت النزله اللي انت نازلها على الارض دي مش بارادتك ده انت اللي نازل بنفسك هي شكل بص يا محمد هي شك فيها كده فيها اهمال هو وضعه فيه اهمال فيه ما هو الكابتن ناصر عباس والكابتن جهاد جريشه قالوا ان فيها اهمال وعلى هذا الاساس تحتسب ضربه جزاء ونفس وجهه النظر كان بيقولها كريم من البدايه انا ما بحبش اتكلم في الحالات الجدليه انا بحب طبعًا. بقى اعرف المعلومه راي الناس فيها ايه عدد من اعضاء لجنه الحكام كانوا بيتناقشوا في اللعبه دي امبارح في الكاف لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي واجمعوا بالاجماع ما فيش راي مختلف بالاجماع ان اللعبه ليست ضربه جزاء قول لنا اساميهم يعني دي مصادر يا كريم كريم عايز صدرنا على هوا الكابتن عصام فتاح احد اعضاء هذه اللجنه صح كابتن عصام فتاح احد اعضاء هذه اللجنه ومعلوماتي ان هو اتفق مع الاراء وقال ان هي اللعبه مش ضربه جزاء ولكن انا عندي كمان وجهه نظر تانية وجهه نظر محايده ومن قاره اسيا كابتن جمال الشريف كمان وجهه نظره ان هي مش ضربه جزاء طيب لما نسال ليه مش ضربه جزاء تعالوا نشوف الراي بس مش راي مين بالظبط عشان ما نكشفش مصادرنا الاتفاق على ان اللعبه مش ضربه جزاء كان الفكره في معناها ايه ان الكوره لمست راسه اولا ثم اصطدمت بالارض وارتدت الى الصدر وذهبت منه الى اليد الداعمه بس هي ما جاتش في صدر دي انا بقول لك وجهه النظر اللي اتقالت لا ما دي ما فيهاش وجهه نظر دي نحسمها بايه نحسمها بالفيديو لما شفناها اصل دي سهله يعني احنا النهارده وجهه النظر هتيجي انك هتستخدم اني ماده في القانون ما هو مواد القانون يا جماعه كتير فكل انت بترجع ليه يا محمد بترجع للماده اللي بتؤيد رايك في اللعبه لكن اللعبه نفسها ما فيهاش وجهه نظر ايه اللي حصل لو انا بقول لك اهو انا من حسب ما افتكر الكره اتلعبت خبطت في راسه ومن راسه جت في ايده دي اللي انا شفتها ايده كانت بعد ما الكره جت في راسه وعشان كده اتهمته بالاهمال لكن لو انت على حسب روايتك بتقول هو يعني انت بتقول ده من الكاف يعني من الناس اللي موجودين في الكاف وبيحللوا اللعبه اتكلموا فيها وقالوا ان الكوره لمست راسه اولا اصطدمت بالارض وارتدت للصدر ثم ذهبت منه الى اليد الداعمه لا يوجد لمسه يد رغم ان اللاعب تعامل مع الكره بطريقه ساذجه ولكن هذه اليد تعتبر يد داعمه للجسم بين الجسم والارض للعب الكره بواسطه الراس ولو جاءت الكره بشكل مباشر باتجاه اليد في البدايه كانت هتكون ضربة جزاء ما هو بص احنا خلي بالك الكلام مع كلام الكابتن جهاد جريشه مع الكابتن ناصر عباس هو القانون واحد يعني مفيش كلام جديد هيتقال على القانون احنا عندنا حالتين حاله بتقول لك في ماده بتقول لك لو لمس امتى تحتسب لمس ما تحتسبش لو الكره ارتدت من جسد اللاعب بشكل غير تلقائي بالظبط يعني مش متعمد لكن في اللعبه دي لا هو لعبها بدماغه هي ما خبطتش في دماغه انا اسف يعني مفيش حاجه اسمها كره خبطت في دماغي يعني الكره هو كان نازل يلعبها براسه هو في الارض يعني هو واخد قرار ما خبطتش ما هي دي الفكره بيقولها انا كابتن ناصر عباس وقال لك هو نازل بارادته ايوه يعتبر لا مليون في الميه مليون في الميه دي ما فيهاش فصال الكره ما خبطت في دماغه ما كانتش خبطه لا هو اللي رايح لها هو اللي قرر يلعب هنا بقى انت قلت حاجه جديده ان الكوره لما هو لعبها بدماغه خبطت في الارض
وجت في صدره وارتدت لايده، صح كده؟ انا بصراحه ما شفتش الكوليكشن ده. عموما اختلفت وجهات النظر، كابتن ناصر وكابتن جهاد جريشه في رايي، كابتن عصام عبد الفتاح انا واثق ان هو قال ان هي مش ركله جزاء، في كمان الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح قال ان هي مش ركله جزاء، ولجنه حكام الكاف في اجتماعها قالت مش ركله جزاء، يبقى في اجتماع اونلاين كده لتقييم بعض المباريات، وكانت المفاجاه بالنسبه لي الكابتن جمال الشريف قال ان هي مش ركله جزاء، لكن عموما الفوز 2-0 عدم الحمد لله ما اثرتش في النتيجه، لكن برضو في حاجه مهمه ما عملناش نفس الحاله الجدليه اللي حصلت السنه اللي فاتت. طبعا يعني السنه اللي فاتت كان الاهلي ما كانش له علاقه بضربه الجزاء اساسا وبره الموضوع ودخل الاهلي طرف. صحيح. اعتقد الناس لازم تعرف الفرق ما بين الاعلام هنا وبعض الاراء الجماهير. أكيد. الامور مختلفه، وفي الاخر نتمنى التوفيق يا رب للاهلي في لقاء العوده. نروح بقى لفقره الصبوره، ونشوف التفاصيل الفنيه لان كريم عنده مفاجات مهمه جدا. ودلوقتي معادنا مع فقرة السبورة، وبالتأكيد مباراة الأهلي والرجاء ما كانش فيها فرص محققة كتير، ولكن فيها تفاصيل فنية معقدة ومهمة جدا، لذلك في هذه الفقرة هنسمع وهنركز مع كريم سعيد في التفاصيل الفنية. كيمو إيه الأخبار اللي معاك؟ في الفقرة يا محمد احنا اتكلمنا عن مباراة بشكل عام، لكن النهاردة بقى فقرة التكتيك احنا هنركز بشكل كبير على الشوط الأول. ليه بقى؟ لأن في وجهة نظري الشوط الأول انت هتشوف منه نسختين في ماتش الاياب في الرجاء. الشوط الاول اللي شفناه في ماتش الذهاب في وجهه نظري هنشوفه يعني ما يشبه له في ماتش العوده مرتين فيما يخص الشق البدني للاعيبه نادي الرجاء. خلينا نتفق محمد ان كل اللي كانوا موجودين في الاستاد وكل اللي كانوا بيتفرجوا على المباراه قدام الشاشات اتفاجئوا من اول تلت ساعه في المباراه. منذر الكبير المدير الفني التونسي لنادي الرجاء فاجئنا كلنا بصراحه بانه هو خد قرار جريء جدا 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 جدا. انا من الدقيقه الاولى قدام النادي الاهلي في استاد القاهره وقدام اكتر من 50,000 متفرج الاستاد امتلأ بيهم، انا هلاعب الاهلي بضغط عالي، الاهلي مش هيخرج من منطقه جزائه بالكره. قرار كان جريء للغايه، وطبعا فاهم جدا جدا ان المدير الفني لما ياخد قرار زي ده معناه ان لازم لعبت تبقى مستعدية بدنيا للموضوع ده، لان الجري الكتير في اول المباراة بيبقى امر فيه مخاطرة. اول 10 دقايق بدأنا نلاقي طبعا كولر كعادة النادي الاهلي بيبدأ من عند الشناوي كل الهجمات، بتبدأ انت تعمل بيلدينج اب بتاعك زي ما انت متعود. لقينا نادي الرجاء على خلاف السنة اللي فاتت لو تفتكر ماتش ملعب السلام في نفس الدور برضو الرجاء كان واقف في نص ملعبه ايام ما كان بيتسو موسيماني مسك الاهلي. منذر قال لك لا انا مش هعمل الغلطه دي، الغلطه دي مش هكررها. الاهلي السنه اللي فاتت جاب في الرجاء جونين في 20 دقيقه لان الرجاء سايب له الكوره. انا مش هعمل كده مع الاهلي، انا همنع الاهلي اصلا انه يخرج من نص ملعبه وهحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب جون في القاهره عشان اسهل الماموريه عليا في العوده. وبدانا نشوف نادي الرجاء اليو ديانج بيضغط عليه في الدقيقه 2 تتخطف منه الكوره هنا اهو وهوب نادي الرجاء بياخد الفاول اللي شفناه بتاع محمد نهيري الكوره اللي شالها محمد الشناوي بصراحه ببراعه شديده. بعديها ضغط على محمود متولي في الجبهه اليمنى جنب محمد هاني بيعمل ميس باس غريب جدا 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 بتروح لخط وسط نادي الرجاء وهوب زريده بينفرد بمحمد الشناوي ومحمد الشناوي برده بيتالق وبيصد الكوره. يعني معناه ايه؟ كل الفرص دي اتخلقت بسبب ضغط العالي اللي مارسه لعيبه الرجاء على النادي الاهلي في اول 20 دقيقه. اول 20 دقيقه تحس كده حتى اعتقد لعيبه في الاستاد مش فاهمين ايه بيحصل. الرجاء عدد كبير جدا جدا من الضربات الركنيه خدوها في اول 20 دقيقه. احنا بنتفرج على المباراه حتى في الاستاد حسينا ان الاهلي قلنا بس الاهلي مش في يوم. الله اكبر عليك. وحتى كان في كلام كتير على خط الوسط وكان وخصوصا عمرو السوليه، ان عمرو السوليه كان واضح ان هو مش برده بقاله فتره مش حلوه خالص بيتمشى. عمرو السوليه فعلا بيتمشى ومروان واليو ديانج لسه ستيل برده اليو ديانج عنده لسه راجع ما لا في عالم تركيز في عالم تركيز عند اليو ديانج مخلي خط وسط النادي الاهلي امبارح الشوط الاول كان فعلا في ازمه كبيره جدا. مروان عطيه كان هو الوحيد اللي بيحاول يلحق ورا ده ويلحق ورا ده، بس ما نقدرش نغفل الحقيقه ان منذر الكبير عمل شوط اول ممتاز كل امان. احنا النادي الاهلي ما دخلش في المباراه غير بعد دقيقه 25 لما شفنا حتى كهربا لما كان بيجيله الكوره في وسط دفاعات نادي الرجاء عشان يحاول ان هو يسحبهم ويسيب ويفتح المساحات لحسين الشحات وبيرسي تاو الطريقه المعتاده من كل اللي حتى بيستخدم فيها كهربا كمهاجم وهمي ما قدرش يعملها لان نادي الرجاء في المنطقه
في العمق كان قافل منذر الكوبري يا محمد كان مذاكر الاهلي بشكل اكثر من ممتاز. دي الحقيقه الشوط الاول كامله بتاع الرجاء. ليه انا بركز عليه وليه عمالين نقول كلام قوي وشديد؟ لان الشوط ده انت هتشوفه تاني تجربه هناك بس خلي بالك بقى الاستاد مش هيبقى بتاعك، الخمسين ألف مش هيبقوا بتوعك انت، هيبقوا بتوعهم هما، وبالتالي هما هيزداد عندهم الدفعة المعنوية بشدة. كمان هو ما عندوش حاجة بيبكي عليها خلاص، يعني النهاردة حتى انا بتابع الصفحات الكبيرة جماهير نادي الرجاء بيتكلموا انا مفيش حاجة اخسرها خلاص، يعني فاهم قصدي؟ انا ما عنديش غير محاولة واحدة. فتكتيكيا منذر كبير بدأ بطريقة اعتقد هو اللي هيلعب بيها ماتش العوده، واعتقد هو كان نفسه حتى لو خسر يخسر 1-0 بس. وده اللي يخليني ابرر ان الشوط الثاني لما لعب هل كان عايز يحافظ على 1-0 ولا معدل الجري واللياقه البدنيه اللي خلته يهبط بالشكل ده في الشوط الثاني؟ لا هو غصب عنه طبعا، اللعيبه بقى خلاص فعلا عملت جهد فائق عن طاقتهم الشوط الاول، خلصوا المخزون خالص. الشوط الثاني لعيبه الرجاء كلهم دون استثناء ما قدروش ان هم يقدموا الشكل اللي قدموه في الشوط الاول. وضع في اعتبار برضه حاجه تانية مهمه جدا، ان الشوط الثاني النادي الاهلي استفاد جدا 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 معنويا من هدف عبد المنعم متاخر. انت هدف عبد المنعم ده جه في توقيت مثالي، وانت داخل اوضه اللبس متعادل حاجه، وانت داخل اوضه اللبس وكسبان 1-0 حاجه تانية خالص. وبالتالي الشوط الثاني بدانا نلاقي فيه سيطره للنادي الاهلي افضل في خط الوسط عن الشوط الاول. ليه؟ لان انت مرتاح، وكمان لعبت نادي الرجاء مش قادره تعمل الضغط العالي زي ما عملوا الشوط الاول. هم بصراحه عملوا 45 دقيقه بدنيا حاجه فوق الوصف فوق الوصف. طيب النقطه المهمه، منذر الكوبري حاول في اخر ربع ساعه ان هو يهاجم النادي الاهلي، ده قرار كان في صالح النادي الاهلي. التغييرات بتاعته في نهايه الشوط كانت تغييرات هجوميه، والنادي الاهلي استغل بتغيير حمدي فتحي ان هو فعلا كان محتاج يكون في واحد تاني مع المهاجم محمد شريف. كان لازم تلعب على الرجاء باثنين مهاجمين مش الشوط الثاني، دي كانت مهمه جدا. محدش الشوط الاول لو تفتكر محدش كان بيكمل، بيرسي تاو واخد طرف وحسين الشحات واخد طرف، فكهربا متساب وعمرو السوليه مش قادر يكمل، قال ديانج مش عايز يسيب مروان عطيه في نص الملعب عشان ما يتكشفش، فبالتالي كهربا في قلب الملعب بمفرد. انا عايز اقول لك واحنا بنتفرج في الاستاد فعلا، نعم، الثلاثه كهربا شحات تاو منفصلين تماما جدا واضح عن نص الملعب والدفاع، مفيش ارتباط ومفيش زياده مفيش زياده. عمرو السوليه مش قادر، عشان كده عمرو السوليه كان هو اول خيار في التغيير. نزول حمدي فتحي، خلي بالك نزول حمدي فتحي مع قرار منذر الكوبري ان هو يخاطر اخر 10 دقائق ان هو يخطف هدف، كل ده ساهم ان في مساحات تتفتح. شفنا فيرس تاو بيعمل السلو لوب عامل ازاي، انت بتعمل يعني انا اسف يعني ده ولا كره خماسي في الشارع يعني هدف يجي لك بالسهوله دي في ماتش زي ده لا مش متوقع. يعني هو عمل السلو لوب بشكل كويس، وحمدي فتحي انفرد بالمرمى وحطها على يمين حارس انيس دينيدي بكل سهوله، هدف تقول ايه لا يتماشى مع الصعوبه اللي احنا شفناها. الماتش كان صعب فعلا على النادي الاهلي وما تفكش غير من الدقيقه 45 في الشوط الاول. فاحنا عايزين نخلي بالنا الشكل اللي احنا شرحناه للشوط الاول ده محمد في وجهه نظري لازم ماسيل كولر يبقى واخد باله، لان هو خلي بالك هو بقى اللي هيتسال السؤال اللي اتساله منذر الكوبري قبل المباراه دي. دلوقتي انت هتروح المغرب، قرارك انت كاهلي من بدايه الماتش هتعمل ايه؟ هتسيب الكوره للرجاء ولا هتقول لا انا هضغط وهلعبهم هلعب بالاسلوب بتاعي؟ مثلا احنا متعودين مارسيل كولر قبل سان داونز كل الناس اللي عندها خبره شويه، من احنا عندنا خبره في افريقيا اكتر من مارسيل كولر، عدنا نقول له يا حاج مارسيل معلش وانت رايح سان داونز وانت رايح بريتوريا انت الساعه 3 العصر بلاش تلعب باسلوبك بلاش. ليه؟ هما الناس دي انت لسه مش عارفهم. هو خد قرار انا هروح سان داونز في بريتوريا هضغط بطولة، هلعب زي ما كنت بلعب ريال مدريد، هلعب زي ما كنت بلعب في كاس العالم للانديه، هلعب زي ما بلعب في اي حد في الدنيا، هو اسلوبي واحد. راح وتعور، اتعور جامد. ليه؟ لان الطريقه ما كانتش مناسبه للفريق لظروف المباراه. هنا السؤال بقى، ده السؤال اللي لازم الجهاز الفني للنادي الاهلي يحضر اجابته قبل يوم السبت الجاي لما هبدا المباراه قدام 50,000 متفرج وقدام فريق ما عندوش خلاص اي حاجه يك عليها، خلاص هو هيلعب الكل في الكل. انا هختار اعمل ايه؟ هقف زون ديفنس وامن والعب بعقل مرتده ولا هبدا اضغط ضغط عالي والعب اللعب بتاع ان النادي الاهلي عايز اكسب؟ ده طيب. اللي احنا نستنى فلسفه كولر امبارح، نعم،
لعب بنفس فلسفته ولا حسيت امبارح ان كان متغير شويه في الفلسفه بتاعته؟ ما خلي في نقطه مهمه. هو واحد مليون في الميه اتفاجئ اتفاجئ من الرجاء عمل. ما انت بتلعبش نفسك وما بتلعبش فريق في الدوري. مفيش فريق اصلا لعب مع كولر في القاهره بالشكل ده. بس سان داونز بس في ملعب السلام برضو سان داونز ما ضغطش بنفس ضغط فريق الرجاء في الاول. في الاول بس ستيل سان داونز من الانديه اللي ممكن تعمل معاك نفس الفكره في الملعب. انا بتكلم خلي بالك انا بتكلم في الملعب يا محمد، مش بتكلم على حته يعني الماتش بيتلعب فيه، لا انا بتكلم على الملعب نفسه. الحوار نفسه ما بين اللعيبه وبعضها. كولر اتفاجئ باللي عمله منظر كبير معاه الشوط الاول مليون في المية، وكان مخالي بقى في التوقيت. يعني ممكن تقول ايه اول دقيقتين الحماس وبتاع هيضغط ضغط عالي وبعد كده ايه يرجع. هيرجع ويقف مكمل. ده فضل مكمل. احنا قلنا طب عدي خمس دقايق ارجع يا عم، ما بيرجعش 10 15 ما بيرجعش. نص الشوط الاولاني كله الناس شايفه ان الرجاء هو جاي يكسب. الرجاء ده الرجاء عايز اقول لك النادي الاهلي امبارح انت اول فرصه يعني محققه ليك كانت بعد دقيقة 25 تسديد حسين. لا يعني موضوع وحسين خلي بالك كان كله فردي. حسين الشحات حتى يعني لما كان بياخد الكرة على الطرف ما كانش بيتعامل مع معلول او حتى وحتى ايفن لما علي معلول ما زعلش مني برضه، هو علي معلول ده برضه لما يطر لحسين الشحات ما عندوش حلول، ما فيش حلول، الدنيا هنا فاضية. في كرة اتلعبت كهربا خد قرار ان هو هيقرب منهم شوية، معلول لعب العرضية، أربع لعيبة من الرجاء هم اللي واقفين لوحدهم. متخيل أربعة ده معناه ايه؟ مفيش تكملة، مفيش زيادة، والفرقة في الأهلي متفركشة، عارف الفريق متفركش، مفيش نظام، مفيش سيستم. طيب انت بس ربنا كان موفقك قوي 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 في هدف منها، في هدف عبد المنعم. طيب من وجهة نظرك ممكن الأهلي يروح يلعب مع الرجاء في الملعب نفس التشكيل ولا هيغير؟ ده بقى هو دي بالظبط دي نقطة مهمة جدا. انا في وجهة نظري حافظ على تشكيلك مع تغيير واحد لازم تعمله، نص الملعب حمدي مكان السولية. بالظبط لازم تشيل عمرو السولية من بدايه المباراه. ليه؟ انت مش حمل، مش حمل هدف مبكر. لا مش هيك كده، انت مش قصدي لا قدر الله ما يحصلش ان شاء الله، بس انت مش حمل ان يكون لعيب مش فورمه. انت مش حمل يعني ايه برضه الناس تفهم يا محمد. المدرب هو بيختار اللعيب، هو عمرو السولية مليون في الميه في التمرين كويس، بس هنا في نقطه مهمه، في التمرين حاجه وفي الماتش حاجه تانية. حاجه تانية لما انت بتلاقي المنافس اللي قدامك معنويا ونفسيا راكب انت ممكن تكش اكتر، وانت كمان لو انت مش فت تلاقي ان انت مستواك بيهبط او الاستامنة بتاعتك بتخلص بسرعة جدا. ليه؟ انك بتلعب غلط، فاهمني؟ ده اللي حصل امبارح. انت النهاردة متعودين مارسيل كولر اول تغيير الدقيقة 60، بس كان مين اول اوبشن عنده على طول؟ عمرو السولية. عمرو السولية، فانت لازم تخلي بالك خط معركة خط الوسط مهمة، لان انت بتلاعب فريق يعني الرجاء وهو بدنيا كويس حريف الكورة، شفناهم امبارح كلهم بصراحه. عندهم لعيب جزائري كمان مميز جدا في نص الملعب، كلهم بصراحه لعيب الكوره، لعيب الكوره، لعيب الكوره، استلام وتسليم وتحرك بدون كوره وعندهم اوبشنز. شفنا كندوسي ممكن يبقى ليه دور هناك. والله شوف انا كنت مستني هي نفس المعضله اللي احنا عمالين نتكلم فيها وهي في الاخر قناعات يعني. وتاني خلي بالك انا بصراحه مارسيل كولر لغايه دلوقتي ماشي بشكل هو ناجح ومتميز بصراحه، مميز جدا جدا. وقد يكون هو عنده خلي بالك هو مش مطالب انه يشرح الاكاديميه اللي هو ماشي عليها، هو حر يعني الكتاب بتاعه اللي هو ماشي عليه هو حر ما يشرحش ايه البنود اللي هو ماشي عليها. بس احنا ساعات بنتساءل بنقول مثلا ماتش زي بتاع امبارح فعلا القندوسي كان ممكن ياخد اخر ربع ساعه، خصوصا وضع في ايه ان انت تاكدت ان الرجاء واقع. فالشوط الثاني ده لو انت كنت فكرت انك تدوس عليهم انها ممكن ما تجيلكش تاني هناك ويسدد كمان. ايوه يعني ماتش امبارح ده لو انت في الشوط الثاني مثلا من الدقيقه في وجهه نظري من الدقيقه 70 قلت ايه انا شايفهم واقعين، من الدقيقة 70 لو انا وصلت للهدف الثالث انا قتلت ماتش العودة. صح. زي ماتش سان داونز مع بيروزداد. شكرا خلاص انت قتلت انك 3-0 معناها ايه؟ الرجاء محتاج يكسب 4-0 4 او 3-0 عشان يروح ليه؟ رجاءات الترجيع، وامر صعب جدا بصراحة مش سهل مش مع الاهلي يعني تحديدا. فهي فكرة في حتة ايه؟ لا انا يعني هي في الاخر قناعات، بس برضو انا متفق معاك جدا 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 ان ظروف الماتش بتاع امبارح كان يحتاج احمد القندوسي في نهايته. طيب ده بشكل عام التكتيك والشغل الفني اللي حصل في المباراه، ما كانش فيه فرص كتير لكن كان فيه لعب كتير جوه الملعب. كان فيه شغل كتير ومنظر كويس بصراحه، مدرب كويس. هو مدرب كويس جدا جدا ومدرب له اسم. واحنا قبل كده شفناه كان مع المنتخب التونسي، وبصراحه رغم الهزيمه احنا بنقول له احنا كناس بتحب الكوره انت قدمت هارد لك الهزيمه وانتوا لعبتوا مباراه الشوط الاول لعبتوا مباراه كويس. شكرا يا كريم وبالتوفيق يا رب في مباراه العوده، نحتفل بالتاهل للسيمي فاينال ان شاء الله. شكرا.
شكرا لحضراتكم، وباذن الله الاهلي على موعد مع هذه البطوله الافريقيه كعاده، كل سنه بيعمل مفاجآت، لكن باذن الله بعد لقاء العوده في كازابلانكا يكون لنا موعد وحديث وتاهل باذن الله لمباراه الدور نصف النهائي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.